لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسؤولين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يجري في المنطقة ودول الجوار من تطورات متسارعة يتطلب أن نكون أكثر وعياً وتصميماً على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في مجلسه بقصر القضيبيه صباح اليوم عدداً من كبار المسؤولين. حيث تبادل سموه الحديث معهم عن عدد من قضايا الشانين المحلي والدولي وخلال اللقاء اكد سموه ان مملكه البحرين تمتلك تراثا عريقا يجب توثيقه والحفاظ عليه باعتباره شاهدا على عراقه شعب البحرين واسهاماته البارزه في مسيره الحضاره الانسانيه عبر العصور واشار سموه الى ان ما تشهده مملكه البحرين من نهضه عمرانيه وحضاريه كبيره هو مسيره عطاء وطني اسهمت في صناعته اجيال متعاقبه من ابناء الوطن معربا سموه عن تقديره لهذه الجهود وهذه العطاءات التي اسهمت في نهضه البحرين الحديثه وقال سموه ان هناك العديد من المشروعات التنمويه والصحيه والاسكانيه والتعليميه تاخذ طريقها الى التنفيذ لتنعكس ايجابا على المواطنين في مختلف محافظات المملكه واكد سموه ان الرياده البحرينيه ستظل شاهده على ما حققه شعب البحرين من اسهامات رائده في مختلف المجالات وستظل عطاءات هذا الشعب مستمره بفضل ما يتحلى به من وعي وفطنه